السلام عليكم البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نقدم لكم وصفة اليوم، أود أن أشكركم جزيل الشكر على تشجيع لهذه القناة بالاشتراك. والله ما توقعتش أن في ظرف 3 أيام يكون عندي بليزيوغ زابوني و بليزيوغ لايك. يعطيكم الصحة، راسلوني إذا كنتم حابين نقدم لكم وصفات خاصة. وصفة اليوم سهلة بزاف، بنينة، صحية وسيرتو سريعة للنساء العاملات. المقادير بسيطة، إذا نستحقوا طرف تاع اللحم تاع العجل لوفو. أنا اليوم ديت من الجهة تاع ليبور باسكو طيب مليح يولي يذوب في الفم، حبة بصل، شوية زرودية، وحبيبات زيتون للتزيين، بصح هذه اختياري. إذن هنا نستحقو مغرفة زيت وشوية تاع مارغارين باسكو اللحم تاع العجل ما فيش الشحم، دونك اون بو سبيرميتر. واللي عنده بروبليم تاع الكوليسترول بيان سور ما يديرش. اذا السر تاع هذا الطبق هو انه سي لو سوتي دو، هذا اللحم لازم تنمو يتقلى حتى يولي بني، تيطلق كامل هذاك لو سوك نتاعو. دونك يفو بروندغ سون طون باش بوغ فيغ ميجوتي ولا سوتي اللحم، لهذا يسموه لو سوتي دفو. اذا هنا تشوفو بلي اللحم راه حمر، يعني لازم نقليو حتى يولي حمر كوم ان روتي. في المرحلة هذه نضيفو البصل، البصل قطعتو شرائح كبيرة، ونزيد نخليه يطلق مع اللحم. صدقوني الرائحة راهي فريمون الطبق هذا بنين بزاف. ونديرو دايما سوا أيام السنة ونشارك في رمضان، لأنه صحي ليزونفون ياكلو لي زرودية. كي نديرو صوتي دفو ياكلو زرودية، سينو سون سا ما ياكلوش زرودية. إذا هنا تشوفوا بلي البصل بدا يحمر، سو كاراميليز، وهذه هي السر تاع هذا الطبق. نضيف شوية ملح، منكثروش باسكو مفيش لاصوص بزاف، غير شوية ملح، فلفل الكحل فقط، هذو هما التوابل اللي نديرو في هذا الطبق. ونضيف زرودية. نخليها ثاني تتقلى واحد 5 مينوت، تزيد ليا ثاني تدي البنة تاع اللحم والبصل. نسيت باه نقولكم البنات ان هاد المرحلة تاع التقلية لازم النار تكون قاوية، ماشي تنقصو النار ولا. اذا هنا بعد ما تقلات لنا الزروبية نضيفو شوية فرينة على حساب الكمية تاع الطبق اللي راح نديرو فيه. اذا هنا درت مغيفة واحدة فقط، ونضيف نحرك، لازم هاديك لافارين طيب مليح، وهي اللي راح تخطر لي المريقة نتاعنا. نخليها 2 مينوت ونمرق بالماء سخون بيان سور. اذا نشوفوا لهنا كيفاه المقادير كامله راهي جالسه مع بعضها بعض. فوالا نمرق درتها بالماء سخون، كيما يقولوا لنا ناس البان لازم دائما تمرقوا دو كوتي. فوالا هنا لازم تعمروا حتى تغطي كامل اللحم باش يطيب مليح. اللي ما عندهاش اون سوتوز كيما هذه دير كوكوت مينوت ويجي روعه. ثانيك تلاقاو في طبق التقديم. طبق تاعنا تاع صوتي دفو راهو واجد. شوفوا لهنا المريقه ما تجي عاقده، تجي خاثره باسكو درنا لها الفارينه. صدقوني ما كانش لي ذاق عندي هذا البلاو، ما عجبوش، واللحم راه طاب زبده.
نقدموه بمطلوع، خبز المطلوع. إذا نشهدكم بالصحة والهنا، صحة فطوركم وبقوا على خير.